في لحظات تتوق بها النفس لأخذ قسط من الراحة والاستجمام من متاعب جمة، يجتمع الخلان قاصدين معلما يجمع التاريخ والعلاج والفن والاستمتاع في آن، سائرين نحو حمام السمرة في غزة الوحيد المتبقي من الحمامات التاريخية فيها، فيما يقول قائل: يا ليت ذلك المشهد لا يزال ممكنا. فالتاريخ والحضارة ترهب دولة أتت عنوة دون ماضي أو حاضر لتحول هذه التفاصيل المعمارية التي تأخذنا نحو زمن العراقة والأصالة إلى ركام من الحجارة المتناثرة، نقف متأرجحين فوقها بحسرة من فقد كنوز وطنه التي لا تستبدل وقد أصبحت أثراً بعد عين. وفي حدث قد مضى، كان يقع حمام السمرة في حي الزيتون في قلب مدينة غزة التاريخية، ويعد أقدم المعالم بعد المسجد العمري وأحد النماذج المذهلة للحمامات العثمانية. أنشئ في العهد العثماني على مساحة 500 متر مربع، ثم أعيد ترميمه وتجديده في العصر المملوكي، وسمي بهذا الاسم نسبة للسامريين الذين عملوا فيه لفترة من الزمن، إذ يزيد عمره عن 1000 عام. اعتبر مزاراً طبياً وسياحياً، إذ تتميز أرضيته بدفئها على مدار اليوم، وقد استخدم في بنائها الحجر الرخامي. تميز بروعة التخطيط والبناء العمراني، والذي يتجسد بتدرج درجات الحرارة عند الانتقال من غرفة لأخرى. لقد ضم العديد من المعالم المميزة والمقتنيات الأثرية القديمة، وكانت تتزين أرضية الحمام بالمداور الرخامية والمثلثات والمربعات ذات الألوان المختلفة. تعرض حمام السمرة خلال الحرب العالمية الأولى وحرب عام 1956 للعديد من الأضرار، وأغلق خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وفي شهر ديسمبر عام 2023، حيث الحرب الإسرائيلية التي لم تبقي ولم تذر لا بشراً ولا حجراً، دمر حمام السمرة مع نسف أي فرصة لإعادة ترميم ما تبقى من شواهد حية، لتذهب معه ذكريات وضحكات من وطأوه، منهم من صار تحت التراب، وآخرون ظلوا أحياء يبكون بوجع وألم لا تذهبه الأيام ولا السنين مهما طالت الحياة.